قصة عالم جليل حماه يهودي ووشى به طالبه لدى الخليفة في الدولة الأندلسية، زمن الحكم بن عبد الرحمن الداخل. لما تولى الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل الحكم، مال إلى أهل الفسق واقترف الكبائر والمنكرات، فتحرك الفقهاء وأرادوا الخروج عليه، فحصل ما حصل للفقهاء من قتل وتعذيب، وشاء الله لبعضهم النجاة فهرب، فهرب منهم من هرب. وكان أحد العلماء المطلوبين لسيف السلطان الإمام الفقيه طالوت بن عبد الجبار، وهو تلميذ الإمام مالك، وهو من أكبر الفقهاء، وقد هرب من بطش الحكم، واستخفى عند جار له يهودي مدة عام كامل، واليهودي في كل يوم يقوم بخدمته ويكرمه أشد الكرم. فلما مضى عام كامل طال على الإمام طالوت الاختفاء، فاستدعى اليهودي وشكره على إحسانه إليه، وقال له: قد عزمت غدا على الخروج وسأذهب إلى الوزير أبي البسام، فقد قرأ علي القرآن وعلمته العلم، ولي عليه حق التعليم وحق العشرة، وله جاه عند الحكم، فعسى أن يشفع لي عنده فيؤمنني ويتركني. فقال اليهودي: يا مولاي لا تفعل، إني أخاف عليك من بطش الحكم بك. وجعل اليهودي يحلف له بكل يمين ويقول له: لو جلست عندي بقية عمرك ما مللت منك. لكن طالوت أبى إلا الخروج، فخرج في الخفاء بالليل حتى أتى دار الوزير فاستأذن عليه، فأذن الوزير له، فلما دخل عليه رحب به وأدنى مجلسه وسأله أين كان في هذه المدة، فقص عليه الإمام الفقيه قصته مع اليهودي وإحسانه. ثم قال الإمام طالوت للوزير أبي البسام: اشفع لي عند الحكم حتى يؤمنني. فوعده الوزير بذلك، وما لبث إلا أن خرج الوزير من فوره إلى الأمير الحكم، ووكل بطالوت من يحرسه. فلما دخل الوزير أبو البسام على الأمير الحكم قال له: لقد جئتك بهدية، جئتك بطالوت رأس المنافقين، قد ظفرت به. فقال الحكم: قم فعجل لنا به. فلم يلبث أن أدخل الإمام طالوت على الأمير، وكان الأمير يتوقد ويشتعل غيظا منه، فلما رآه جعل يقول: طالوت، طالوت يا طالوت، الحمد لله الذي أظفرني بك، ويحك، والله لأقتلنك شر قتله، كيف استبحت حرمتي؟ فقال له الإمام طالوت: ما أجد لي في هذا الوقت مقالا، إلا أن أقول لك: والله ما أبغضتك إلا لله وحده، جدتك انحرفت عن الحق، وما فعلت معك إلا ما أمرني الله به. فسكن غيظ الحكم، ثم قال: يا طالوت، والله لقد أحضرتك وما في الدنيا عذاب إلا وقد أعددته لك، وقد حيل بيني وبينك، فأنا أخبرك أن الذي أبغضتني له قد صرفني عنك، اذهب، اذهب يا طالوت، فقد عفوت عنك.
ثم سأله الحكم: يا إمام، كيف ظفر بك الوزير أبو البسام؟ فقال: أنا أظفرته بنفسي عن ثقة، فأنا لي فضل عليه، قد علمته القرآن والبيان، واستأذنته أن يشفع لي عندك، فكان منه ما رأيت يا إمام. فقال له: فأين كنت قبل أن تذهب إليه؟ فأخبره طالوت بخبر اليهودي، فأطرق الأمير رأسه، ثم نادى على الوزير أبي البسام وقال له: يا لك من رجل سوء، قاتلك الله أيها المشؤوم، أكرمه يهودي وستر عليه لمكانة العلم والدين، وخاطر بنفسه من أجله، وغدرت به أنت يا صاحب الدين، غدرت به حين قصدك. أيها المشؤوم، ألا أديت له حق تعليمه لك؟ ألم تعلم أن من خيار أهل ملتك؟ ألم تعلم أنه من خيار أهل أمتك وأهل ملتك؟ وأردت أن تزيدنا فيما نحن قائمون عليه من سوء الانتقام؟ اخرج، اخرج عني قبحك الله، لا أرانا الله في القيامة وجهك هذا، إن رأينا لك وجها، ولا أريد أن أراك بعد هذا اليوم أيها المشؤوم. ثم طرده من الوزارة وضيق أرزاقه. ثم مضت سنوات، فرأى الناس هذا الوزير المنافق الكذاب في فاقة وذل، فقيل له: ما بك وما الذي أصابك؟ فقال: استجيبت في دعوة الفقيه طالوت. وكتب الحكم لليهودي كتابا بالجزية فيما ملك، وزاد في إحسانه، فلما رأى اليهودي ذلك أسلم. وأما طالوت فلم يزل مبرورا عند الأمير إلى أن توفي، فحضر الحكم جنازته وأثنى عليه بصدقه وإخلاصه وعلمه.